هذا ونعى البلاط السلطاني في عمان فجر اليوم السلطان قابوس بن سعيد كما اعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمده ثلاثه ايام وكذلك تنكيس الاعلام في الايام الاربعين القادمه واشار ديوان البلاط السلطاني الى ان السلطان قابوس قاد نهضه شامخه ارساها خلال خمسين عاما وبعد مسيره حكيمه مظفره حافله بالعطاء شملت عمان من اقصاها الى اقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع جلالا واحتراما بحسب البيان